يا ابوي يا ابوي يا يدفعوا لي الايجارات المتاخره هذه يا اشوتهم شوت واصلع مع ابوي شويه اكلمك. خير وش تبي الحين؟ ولا شيء ولا شيء سلامتك بس حاب اشوف انتم بخير ولا لا. الحمد لله احنا بخير. تبي شيء ثاني؟ ابي اقابل المدير. تعال. اسمع انتظر لما ناديك. اوكي ابنتظر ابنتظر الى بكره لو تبغى. ما بقى شيء ما سويناه لكن الله ما وفقنا. راشد النكبه انت مخليني انق معك 50,000 ريال في الشركه الرخيصه دي. هذه نهايه الفشل يعني وش كنتم تتوقعون؟ يا جماعه خلونا من هالكلام الحين وعلمونا وش بنسوي في الايجارات المتاخره. بتدفعونها طرقا عن خشومكم. انتم تحسبون فلوس الناس لعبه؟ تسمح لك تدخل اطلع برا. من وساعه الوجه تطردني من مكتب ابوي وانت حتى الايجار ما سددته. استاذ سعيد قل لابوك فلوسه وبترجع له. انت بس اهدى. وليش ما اهدى؟ انت اللي تبغون اسبوع اسبوعين ثلاثة اسابيع لا باس بالشهر بس عشانك. يا حبيبي احترم نفسك واطلع برا. فلوسكم ما احنا ماكلينها. من وين؟ من تطبيقاتكم الرخيصه يا ابوي. والله ما رخيص في الموضوع الا ترسيمتك ذي. ولا مكتبكم هذا ما استفدنا منه شيء ترى، ما لقينا وراه الا الشر. نعنب ابليسكم ما خليتوا شيء ما حرجتوا عليه، تطبيق سيارات، تطبيق عيادات، تطبيق مطاعم، تطبيق توصيل، حتى تطبيق رعاية كلاب، كلب يمشي في الشارع، تطبيق رعاية كلاب، ما باقي تقولون للزبون وش تبي بس. فاشلين وبتظل طول عمركم فاشلين، يا اخوي من ضحك عليكم وقال انكم ناجحين، ابي اعرف هذا من ضحك عليكم يا اخوي. ليش البثر تكثر يا الكوليك؟ والله بثرنا. شفتي ذا البثر؟ ايش عندك انت تضحكين؟ سوي تطبيق جديد. ام الروقان يا بارده، راشد قاعد يقولك بيقفل، وانت جالس تسوين هنا تطبيق. ايش تبي بس؟ والله معك حق يعني، يعني كل افكارنا فشلت، ما بقى لنا ناخذ فكره مخيسه من البثر سعيد ولد ابو سعيد. اقول لسعود ما دامنا مقفلين حطها بكم؟ حطيها ب 200,000. احسن تسكرونه، من سنتين ما جاء من وراه غير التعب والهم. لا تعلين نفسك. ادري بس والله زعلانه على تعبي وطموحي اللي بنيته على هالمكتب. راويه انت الوحيده من بين كل الناس اللي اعرفها شاركت في تاسيس شركه. بكره تنجحين تصيرين غنيه مثل ما تحلمين. لا تنسين عاد. يعني خلاص بيوحشني هالمكان. يا شيخ اسكتي بالله. شباب اللي يشوفه صحيح. وش اللي قاعد تشوفه؟ في واحد منزل التطبيق حق راوية. ايش؟ يا ولد صاحي انت هذا 200,000 مين بينزل من 200,000؟ لا والله عليها 30,000 يدفعونها طرقا عن خشومهم ولا اسحبوهم زي ما وصاك الضابط اذا لفوا داره اسحبوهم. هذا هو هذا السوسو هو اللي وقعنا مع العقد والان يخطط يبي يشرد على بالهم الدنيا فوضى كل شيء فوضى فوضى فوضى. يا حبيبي جبت لكم الحكومه عشان تتفاهم معكم يلا تفضلوا معنا الحقوق المدنيه عشان تعرفون ان الله حق. سعيد فلوسك صارت في حساب ابوك. كذابين كذابين ما اكذب منهم الا تطبيقاتهم. بالله قد سمعت بتطبيق رعايه كلاب كلب يمشي في الشارع قالوا تطبيق رعايه كلاب. استنى هلا ابوي 30,000 نزلت في الحساب. يلا 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 نعتذر على الابراج اللي بالها داعي. الباب تفضل طال عمرك. واضح خافوا منك طال عمرك على طول حولوها. والله العظيم يا شيخ من يوم سمعوا صوتنا هناك على طول حولوها بالبنك للوالد. كيف؟ كيف؟
تتصرفون في فلوس واحد مريض نفسي كيف؟ يا ماما ما حد طق على يدك قال احمل التطبيق. وبعدين انا يا اخوان بفهم شغله واحده، شلون احكمت انه مريض نفسي؟ راويه معها حق، واحد منزل في التطبيق ابي اموت، وش بيكون غير مريض نفسي؟ يعني الواضح عنده ميول انتحاريه. انا السبب، ليتني ما سويت التطبيق التافه هذا. يا شباب هدوا، خلونا نفكر شلون نساعد المسكين قبل ينتحر يسوي شيء بنفسه. شلون نساعد ذا المسكين والأخت المبرمجة في متطلبات التطبيق؟ ما حطت إلا تليفون أرضي مو بجوال، وحط الاسم وسؤال وش تبي بس. أعطوني رقم التليفون. ألو، أيوة، هذا بيت بابا سلطان، أنت مين؟ محل بيتزا مطعم، أبغى موقع. أوكي. أها بيت رقم كم؟ أوكي. ها وش تشربون؟ وش نشرب؟ أخوي سلطان، إحنا ما جينا هنا نشرب شيء، جينا نسمع سالفتك. أمي تزوجت أبوي وعمره 20 سنة، وهو كان عمره 70. بعد 5 سنوات توفى الله يرحمه، ورثت منا ملايين. المشكلة أنها سوت نفس الغلطة بس بشكل عكسي. شلون بشكل عكسي؟ أنا أقول لك شلون. تزوجت واحد اسمه بدر. بدر هذا كان خويي. أسمع لا عادي من حقك تضحكين. فلوسها، أملاكها، ثروتها هو اللي يديرها، حتى مصروف البيت هو اللي يعطينا إياه. وانت بزعمك تنتقم منه لما تبذر بفلوس أمك؟ وأنا وش أضمن لي أنه بيرجع الفلوس؟ أقول لك هذا حرامي كبير سارقنا يا رجال. أنا بعض الأحيان أحس أنه ساحرها. الزبدة أنه معطينا بطاقة كريدت نصرف منها، ومليون ريال حاطها في البيت كاش. أخي سلطان صدق مجنون، بس شكراً ساعدتنا نسدد ديوننا بسبب تنزيلك التطبيق الغبي حقنا. امشي. لحظة، التطبيق ما هو غبي، عادي يصير معكم شريك عادي.